لا يكاد يمر يوم إلا والخوف والقلق ينتاب سكان مدينة المكلا وضواحيها جراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في شوارع مدينتهم. فالتعرض للعض وخطر الإصابة بداء الكلب أو السعار هو آخر ما يريد أحدهم أن يتعرض له. نحن في مدينة المكلا أكثر بيوتنا أحيانا تكون مفتوحة أبوابها، يعني أطفال بيكونون خارجين الساعة 7 الساعة 6:30 باصاتهم، يعني الكلاب في الشارع، فوق كده طفي الكهرباء، يعني يمر الواحد ما يشوف الكلاب قدامه الكهرباء طافية والكلاب موجودة، فوق كده أصواتها يعني طول الليل تحت البيوت الأطفال اللي يقوموا من النوم. هذه المخاوف تعززها ما تظهره سجلات وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت التي تشير إلى استقبال مستشفياتها خلال شهر واحد فقط لعشرات الحالات ممن تعرض أصحابها للعض من قبل كلاب مسعورة. برنامج مكافحة داء الكلب عبارة عن برنامج راسي موجود في وزارة الصحة سابقا، بعد الحرب هذا توقف هذا البرنامج، لكن نحن في ساحل حضرموت لم نتوقف عن تقديم الخدمة. طبعا احنا سجلنا في الشهر الماضي اكثر من 37 حالة عضت كلب. الأشغال العامة بالمكلا وهي الجهة المناط بها مكافحة انتشار الحيوانات الضالة تقف اليوم وأمام هذا الوضع عاجزة عن تقديم أي حلول. في شكاوى عدة شكاوى كلاب ضالة تهجم على المواطنين هذا، لكن عدم وجود السم للكلاب تقريبا نحن من 1/1/2019 إلى اليوم والليلة ما عندنا أي سم كلاب، ما قمنا بأي حملة وهذا يخليها تتوالد وتتكاثر يعني. وتتفاقم المشكلة مع عدم توفر العلاج والمصل المضاد إلا بشكل محدود جدا في بعض المرافق الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة والسكان بالساحل. وأما هنا أكبر وأهم المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات الشرقية للبلاد فلم تعد تتوفر هذه اللقاحات منذ فترة طويلة طويلة جدا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.